مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ديوان الصحافة اللي راح نتناول معكم أبرز وأهم عناوين وأخبار جرائدنا اليوم مشاهدينا الكرام لا زال حديث صحفنا المحلية يعني مركز على موضوع استقالة الوزير الجيب وقبول الاستقالة وبالتالي بدأت التكهنات يعني تفتح الأبواب بأوسع ما يمكن من تحليلات وصلت إلى حد أن يكون هناك حكومة قد تكون ممثلة بنواب الأغلبية كما تقول بعض صحفنا المحلية وبالتالي التكهنات والتحليلات اليوم يعني تارسة صحفنا المحلية وعناوينها الرئيسية وتركيز كبير حول هذا الموضوع، هناك بعض الصحف من تقول بان الحكومه ستستقيل خلال ساعات وهذا الامر قد يحتاج طبعا الى تاكيد لهذا الامر راح ننتظر ونشوف هذا الامر لكن يبدو مشاهدينا الكرام بان هناك استقاله قريبه جدا والدليل يعني التواتر والاجماع اليوم اللي راح نشوفه بعد قليل من جرايدنا وصحفنا حول تشكيله حكوميه جديده قد تكون جاهزه خلال ايام معدوده، بالاضافه مشاهدينا الكرام ان اليوم سقف كتله الاغلبيه والمطالبه بتوزير تسع بدا يعلو شيئا فشيئا والمطالبات تزداد وبالتالي حتى تصريحات النواب اليوم كلها قاعد تصب بهذا الاتجاه بان هناك حكومه قد تتشكل حكومه جديده قد تتشكل قريبا جدا جدا. اذا مشاهدينا الكرام اليوم من اهم المواضيع الرئيسيه اللي مركز عليها اغلب صحفنا المحليه يتعلق بموضوع قبول استقاله رجيب وتوقعات بحكومه جديده واستقاله جماعيه وتشكيل حكومه جديد ومساومات ومفاوضات بين كتله الاغلبيه والحكومه، خصوصا ان هناك اجتماع تم بين رئيس مجلس الامه وسمو رئيس مجلس الوزراء كما تقول كذلك صحفنا المحليه. اذا مشاهدينا الكرام، هذا الموضوع تقريبا هو اليوم الموضوع الرئيسي، هناك طبعا مواضيع اهتمت بها صحفنا المحليه وخصوصا طبعا ما يتعلق بالشان البرلماني واللجان البرلمانيه والتصريحات وخصوصا ما تم اليوم في اللجنه التشريعيه من خلال اتخاذ بعض القرارات ومن ضمنها يعني التصويت على اقتراح ل يعني صحه انعقاد جلسات مجلس دون حضور الحكومه واعتقد هذا القانون اذا ما ذهب المجلس سيحدث لقطا كبيرا وخلافات كبيره بين الحكومه والمجلس على اعتبار ان الحكومه لن تسمح بمرور نفس هذا القانون. عموما مشاهدينا الكرام مواضيع اليوم يعني صحفنا المحليه اغلب عناوينها واخبارها تتعلق بالشان البرلماني والحكومي الا يعني يمكن هناك اخبار قد تكون متفاوته متنوعه في بعض صحفنا المحلية لكن الشأن البرلماني الحكومي هو الطاغي اليوم على صحفنا المحلية مشاهدي الكرام هذا كان باختصار لأهم وأبرز عناوين صحفنا وجرائدنا الصادرة ليوم الأربعاء خلونا نذهب معكم ونشوف جريدة جديدة ونبدأ معكم بجريدة الشاهد ليوم الأربعاء وعنوان الشاهد يقول السعدون رئيسا لمجلس الأمة ورئيسا ل رئيس الوزراء وهذه طبعا افتتاحية لجريدة الشاهد راح نشوف العناوين وبعد ذلك بإذن الله تعالى نقرأ معكم الافتتاحية نشوف عناوين جريدة الشاهد اليوم الأربعاء يريدون تسع وزارات ليوزعوها عشائريا ويفككون الدولة في ظل تخاذل وتنازل واستسلام غير مسبوق عنوان آخر لقاء السعدون المبارك يبحث إيجاد ظهر قوي الحكومة الأغلبية اشترطت توزير تسع نواب للتعاون وعدم تقديم استجوابات مستقبلا. التشريعيه الجلسات صحيحه في غياب الحكومه رفضت رفع الحصانه عن الطبطبائي. المسلم اللجنه الثلاثيه تدرس تعديل ثمان مواد من الدستور بعد ان وصلت البلاد الى طريق مسدود. ولما يزري لن اقبل الا وزاره الاسكان زياده القرض وشقق للمواطنات. قبول استقاله الجيب والاذين وزيرا للشؤون بالوكاله. حركه تدوير واسعه في الشؤون. السعدون للداهوم أسمع عن استقالة الحكومة من الجرائد ما وصل شيء رسمي والمناور مقاسم لمراقبة الفيسبوك وتويتر خصصت لها الحكومة خمسة ملايين دينار هاي تصفيات عرقية في الحرس الوطني هدد باستجواب المبارك هذه مشاهدينا كانت عناوين جريدة الشاهد ليوم الأربعاء ننتقل معكم إلى جريدة أخرى ومعنا الآن جريدة النهار والنهار تنفرد مشاهدينا الكرام بان هناك حكومه او استقاله حكوميه خلال ساعات وبالتالي يعني دائما اذا ما تم تحديد وقت او يوم معين بالنسبه للصحف المحليه يعتبر موقف محرج والنهار وضعت نفسها في موقف محرج اذا ما استقالت الحكومه سيكون الموقف صعب جدا بالنسبه لي جريدة النهار لانها تقول بأن الحكومة ستستقيل خلال ساعات وبالتالي حددت الوقت ودائما تحديد الوقت واليوم يسبب حرج كبير لصحفنا المحلية او للصحف بشكل عام عموما يبدو ان النهار قد تكون واثقه من اخبارها ومصدرها وبالتالي ترى بان الحكومة ستستقيل خلال ساعات اذا اليوم الاربعاء راح نسمع استقاله على ذمه جريده النهار نشوف بقيه عناوين النهار اليوم الاربعاء الربكة السياسية فرضت الخطوة وتوقعات بخروج الخالد والشاب والإذينة والإبراهيم من التشكيلة البراك المبارك مدعو لتشكيل حكومة انقاذ وطني والمسلم يجب إشراك الأغلبية في التركيبة الحكومية للخروج من المأزق هايف يهدد باستجواب رئيس الوزراء بسبب التجاوزات في الحرس الوطني عنوان آخر قانون لإنشاء هيئة النزاهة ولمكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه أشهاب العدل طالبت مجلس الوزراء بالتعميم على الجهات الحكومية الاعتداد بالتوكيلات حبس دويل أسبوع أسبوعا و100 دينار كفالة لوقف التنفيذ التمور ضمن البطاقة التموينية الشهر المقبل البراءة لهايف من هدار دم السفير السوري والشؤون فارق مكافأة الممتازة في حسابات المستحقين غدا هذه مشاهدينا كانت عناوين جريدة النهار نذهب معكم إلى جريدة أخرى من صحبنا المحلية وإلى جريدة الصباح والصباح لليوم الثاني على التوالي توجه شكر لسمو الأمير على مبادرته الكريمة وأمره السامي بالطلب من الرابي بناء مستشفى كبير لمحافظة أهل الجهرة والجهرة الأمير كما تقول الصباح شكرا يا صاحب السمو والقلب الكبير فعلا يستحق سمو الامير الشكر على يعني مطالباته والمامه بهموم المواطنين نشوف بقيه عناوين الصباح. ترحيب نيابي وشعبي كبير بالمبادره الساميه لانشاء مستشفى جديد الجهران الامير شكرا يا صاحب السمو والقلب الكبير اهالي المحافظه لفته طيبه من الوالد تجاه ابنائه المواطنين تؤكد رعايته الدائمه لهم. العبيدي سنتخذ الاجراءات الكفيله لانجاز المشروع في اسرع وقت نواب الرقبه الساميه تداركت تقاعس الحكومه تجاه خدمات محافظه الجهراء اعضاء البلد سكان المحافظه يزيدون على 600 الف وكثير من المشاريع لا تزال معطله السفير العراقي يشكر الامير على تكلفه بعلاج جرحى بلاده عنوان اخر الاغلبيه تواصل الابتزاز اقل من تسعه وزراء كلام فاضي أعضاؤها هددوا برفع القطاع السياسي عن أي حكومة لا يمثلون فيها بعدد كبير مصادر برلمانية تجارب التوسع في المشاركة النيابية بحكومات سابقة أثبتت فشلها الذريع دشتي لمسلم نرفض أي مساس بالدستور والطبطباء يقبل التفاوض لخفض العدد المطلوب المبارك في وضع لا يحسد عليه والعمير لا استقرار سياسيا إلا بحركة تصحيحية لأوضاع المجلس هذه مشاهدينا كانت عناوين جريدة الصباح اليوم الأربعاء. ننتقل إلى جريدة الوسط والوسط كذلك لا تبتعد كثيرا عن النهار بأن هناك استقالة جماعية للحكومة وهذا عنوانها يقول استقالة جماعية للحكومة، هذا هو العنوان الرئيسي لجريدة الوسط، نشوف بقية عناوين الوسط. اشهاب والحجرف والصالح وحسين والابراهيم تقدموا بها امس السعدون التقى المبارك بهدف التنسيق للمرحله المقبله والبراك الحديث عن خمس وزراء من الاغلبيه كلام فاضي الطبطبائي نريد حكومه تكنوقراط قويه تحظى بتاييد الاغلبيه جلسات المجلس ستعقد حتى بقياب الحكومه تشريعيه وافقت على تعديل اللائحه الداخليه هذه مشاهدينا الكرام كانت هي ابرز عناوين جريده الوسط. ننتقل مشاهدينا الى جريده الانباء، والانباء لا زالت تركز على الكوادر والزيادات وهذا الامر دائما ما يكون الشغل الشاغل لجريدة الأنباء واليوم تركيزها بأن كادر المعلمين سيصرف بالكامل كما تقول الأنباء في 18 ديسمبر 18 12 بإذن الله تعالى سيكون الكادر أو زيادة بالكامل العنوان يقول زيادة المعلمين كاملة في 18 ديسمبر هذا هو عنوان جريدة الأنباء العتيبي تصرف بأثر رجعي من تاريخ صدور القانون والديوان وافق على فتح الشاشات اعتبارا من واحد يوليو التشريعية حضور الحكومة ليس شرطا لانعقاد الجلسات اشخير الأنباء نطالب بوزراء شباب تكنقراط الأغلبية أوصلت رسالتها إلى رئيس الوزراء متضمنة ترشيح تسعة أسماء بعضهم من غير النواب لتولي الوزارة هذا مشاهدينا كانت عناوين جريدة الأنباء يوم الأربعاء. نذهب معكم مشاهدينا الكرام الآن إلى افتتاحية جريدة الشاهد ونقراها معكم ومن ثم نواصل بقية صحفنا المحلية، نشوف اه افتتاحية الشاهد وهي بعنوان السعدون رئيساً لمجلس الأمة ورئيساً لرئيس الوزراء، يريدون تسع وزارات ليوزعوها عشائرياً ويفكك الدولة في ظل تخاذل وتنازل واستسلام غير مسبوق الفتحية تقول قبلت استقالة وزير الشؤون أحمد رجيب أمس رغم أنه في الأسبوع الماضي رفضت استقالة وزير الأوقاف والعدل جمال الشهاب كما طلب من كثير من الوزراء في الأسابيع الماضية عدم تقديم استقالاتهم كما أن إجازة وزير الداخلية 15 يوما وسفره للراحة والاستجمام في لندن مع أن موعد استجوابه يوم 18 الحالي، رسالة تضاف إلى كل من الرسائل من هذه الرسائل، يلي ما تحتار احتار. شنو قاعد يصير؟ وشنو اللي اللي راح يصير؟ حل مجلس الأمة وإعادة انتخابات على خمس دوائر وأربع أصوات؟ أو عشر دوائر وصوتين حسب ما يسمى قانون باقل لتوسيع الدوائر؟ أم 25 كما كنا؟ أم دائرة واحدة وأحزاب كما يطالب أحمد السعدون ومجموعته؟ هل هناك استقاله حكوميه جماعيه ام مجرد استقاله بعض الوزراء؟ شلون حيدخل تسع نواب من الحكومه حسب طلب النائب مسلم البراك لضمان دعم الحكومه وتطويل عمرها؟ نبي تسع كراسي الاغلبيه، وش معنى تسعه؟ يعني يبقى اربع وزارات دفاع وداخليه وخارجيه واعلام حق الشيوخ، وتسع وزارات وزاره حق عازمي، وزاره حق شمري، وزاره عجمي، وزاره عنزي، وزاره مطيري، وزاره رشيدي وزاره حدسي وزاره سلفي وشعبي العازمي يقلبها وزارة عيال عطا ويطرد كل باجل الفئات والشمر يقلبها كلها طنايا عقل ميالي والعجم يترسها سلاطين والعنزي يتحدد فيها الجمل والمطير يصبغون الوزارة حمراء علشان تمشي حمران النواظر ورشيدي يترسها عبسيين والحسي يجيب كل اللي بميدان التحرير من الإخوان المسلمين ويحطهم لنا قياديين والسلفي يلغي العلم الكويتي ويحط بداله علم جيش سوريا الحره ويحط لنا دفوف لان الموسيقى حرام والشعبي راح يحرصون على وزارات المال والاستثمار وتعبية الجيوب وبذلك نكون قسمنا الدوله تقسيما شرعيا رسميا اربع وزارات سياد سياده الشيوخ لا يفرقون بين احد من اطياف المجتمع ويراضون كل انواع الخليط الكويتي بوزاراتهم وتسع وزارات للقبائل والاحزاب والتيارات. كل ينفع جماعته من كرسيه ويضمن تاصيل الفرقه اكثر واكثر بين المجتمع الكويتي قاطبه. وشذي خنت حيلي راحت على الليبراليين والعلمانيين والموالين لغرفه التجاره والشيعه. وشذي يصير رئيس الوزراء واربع وزراء شيوخ خمسه وتسعه اغلبيه، يعني كل تصويت مجلس الوزراء حسب ما يبي احمد السعدون. بمعنى اصح احمد السعدون رئيس مجلس الامه ورئيس كتله الاغلبيه البرلمانيه ورئيس كتله الاغلبيه الحكوميه بمعنى رئيس رئيس الحكومه. خطه عبقريه لتفكيك الدوله من خلال تنازل وتخاذل واستسلام حكومي غير مسبوق. عطوهم اللي يبونه خل المركب يمشي مو مشكله هو مقبض يعبي ماي من كل صوب لين يطبع. هؤلاء الاعضاء المبجلون منذ ثلاثه اشهر لم يقبل احد منهم المشاركة في الحكومة المشاركة في الحكومة عند تشكيلها ما جعل الحكومة تختار الأقل كفاءة والأقل إمكانيات وزير الإسكان عشان تطبق المادة الدستورية